السلام عليكم. لم تعد اللغة عند اللسانيين مجرد أداة تعبير عن الأفكار، بل صارت هي الأفكار نفسها. فتصورات الشعوب وفهمهم للعالم إنما ترسم معالمها اللغة. من هنا فإن فكر الأمم مدين بطبيعته وسيرورته للغاتهم. اللغة العربية وأثرها في الفكر العربي المعاصر ستكون مادة حديث العرب لهذه الحلقة. أهلا بكم. تحظى اللغة العربية بالنسبة إلى العقل العربي بخصوصية شديدة، وتتجلى هذه الخصوصية في تعظيمها وتقديسها من جانب الإنسان العربي. بل ثمة من يرى أن أول نشاط فكري منظم قام به العرب كان متصلا بلسانهم حينما قعدوا للغة وجعلوها مادة قابلة للدرس بعد اتساع نطاق الإسلام. من هذا المنطلق تنبع أهمية الحديث عن العلاقة بين اللغة والفكر ابتداء، وعن أثر اللغة العربية تحديدا في مسار الفكر العربي المعاصر سلبا أو إيجابا. للحديث عن هذا الموضوع يسعدني الترحيب بضيوف الكرام. معي في الاستوديو الأستاذ عصام القيسي الكاتب والأديب، وعبر سكايب من الدار البيضاء في المغرب الأستاذ أحمد القاري الباحث في قضايا اللغة والسياسة اللغوية. أهلا بكم ضيفي الكريمين. قبل أن نبدأ الحديث دعونا نتابع التقرير التالي. تبقى اللغة المعبر الأساسية عن تجليات الفكر الإنساني، وهي التي تقوم بالدور الرئيس في أنسنة تاريخ الأمم والشعوب، وهي الركيزة التي تقوم عليها هوية الأمة وذاكرتها. كانت اللغة تعرف أنها الوسيلة للتعبير عن الأغراض والأفكار، بينما يرى الكثير من العلماء المعاصرين أنها أداة كاشفة للأفكار والحقائق الغامضة والمجهولة، ولم تعد اللغة ألفاظاً وتراكيب يستخدمها الناس للتواصل بينهم. ولا شك أن هناك حاجة ماسة إلى تجديد ما يعرف بالفكر اللغوي العربي القديم، وهناك ضرورة قصوى لجعل اللغة العربية مسايرة لمقتضيات عصر التكنولوجيا الحديثة والسرعة دون المساس بالقواعد العامة التي وضعت للغة العربية. تواجه اللغة العربية هجمة متواصلة بدأت منذ قرنين، واشتدت ضراوتها في ظل سيطرة التكنولوجيا والإعلام الغربي على العالم، حيث يحاول إخضاع كل اللغات له، لا سيما اللغة العربية. وفي هذا الإطار يقول صاحب كتاب إنقاذ اللغة إنقاذ الهوية الدكتور أحمد درويش: لقد تفنن الغرب في محاولات طمس لغة الضاد عبر مناهج التعليم والمدارس الأجنبية وصناعة السينما والفنون الأخرى والحرب الضروس التي واجهتها هذه اللغة العربية، والتي تشكل جزءاً من حرب طويلة شهد القرنان 19 و20 كثيراً من فصولها على يد كبار الخبراء في عصر الهيمنة الاستعمارية الإنجليزية والفرنسية، وساعدهم في ذلك بعض دعاة التطوير في جوانب من الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ممن ربطوا هذا التطور بفكرة الخلاص من المحافظة على اللغة في شكلها التقليدي. وفي هذا الصدد يؤكد علماء معاصرون أن اللغة كائن حي يتطور متلائماً مع حاجات المجتمع الذي يستخدم تلك اللغة، ولكن هناك عوائق كثيرة تقف حائلاً في تطوير لغتنا العربية، فقد تقلص عدد المتحدثين بها والمتمكنين منها والقراء المدركين بنسب كبيرة جداً في جميع الأقطار العربية، مع قلة الإمكانات المرصودة لأعمال الفكر. يؤكد هؤلاء العلماء أن المجتمعات العربية تحتاج إلى إحداث صدمات متعددة من أجل إدراك أن تطوير اللغة والاهتمام بها هي متطلبات النهضة القومية، حيث تعاني المؤسسات العلمية العربية ومن بينها الجامعات والمعاهد والمراكز والمجامع اللغوية من عجز في التطوير والأدوات، والعجز نفسه أيضاً لدى المؤسسات المعنية بصناعة الثقافة والإعلام. ويرى كثيرون أن القصور الحقيقي لا يمكن أن ينسب إلى اللغة العربية إلا كمن ينسب العيب للرمية لا للرامي، وإنما القصور الحقيقي والتقصير كله يجب أن ينسب إلى القائمين على المؤسسات العلمية والأكاديمية والإعلامية في عالمنا العربي،
الذين ركنوا إلى التكاسل وعدم الاهتمام بتثوير إمكانات اللغة العربية والاستفادة من مكوناتها التي لا تنضب. أهلا بكم أستاذ عصام. ابتداء، هل من علاقة يمكن تحريرها ابتداء بين اللغة وبين الفكر، بين اللغة من حيث كونها حروف وكلمات منطوقة، وبين الفكر الذي هو المحتوى الثقافي والمعرفي؟ شكرا جزيلا أستاذ جهاد، شكرا أيضا للقناة التي تدعم مثل هذا البرنامج المحترم. موضوع علاقة اللغة بالفكر أو الثقافة أو العقل هو موضوع شائك ومعقد ويحتاج إلى تجريد عالي على مستوى اللغة، وهذا أول إشكال في الموضوع. اللغة من وجهة نظر عالم اللغة السويسري دوسوسير يقول أنها ثلاثية الأضلاع من حيث علاقة الدال بالمدلول، علاقة الدال بالموجودات الحسية، المدركات الحسية. قبل دوسوسير كان يعتقد أن الكلمة تعبر عن الشيء بشكل يعني مندمج. بعد دوسوسير صار يقول لا، هناك علاقة اتصال وانفصال في آن واحد بين الدال والمدلول. بمعنى كلمة شجرة مثلا هي لا تشير إلى شجرة بعينها، وإنما تشير إلى مفهوم الشجرة. هذا المفهوم موجود في الذهن، إذن هناك على المفهوم الموجود في الذهن، وهناك المدلول الموجود في الواقع، وهناك الرمز الذي هو الصوت، كلمة شجرة أو المكتوب. يعني هذه علاقة ثلاثية. هذا التمهيد يمكن أن نبني عليه بناء أعلى بقليل أكثر تجريدا في علاقة اللغة بالثقافة. يقال أنه الثقافة هي اللغة في حقيقة الأمر. اللغة ليست كيانا منفصلا عن الثقافة بحيث أنه يمكن أن تكون كيان مستقل، لا، هي الثقافة، هي جسد الثقافة، بحيث أنك تستطيع أن تقول أن اللغة فعل من الأفعال وليست مجرد يعني شيء حسي أو تجريدي ذهني، فعل من الأفعال، بدليل أنك تستطيع أن تأمر وتنهى بها، أن تقول لفلان مثلا اجلس هذا ثم يجلس، يترتب على هذا الأمر جلوس، فكأنك أجلسته يعني بيديك، يعني بطريقة فيزيائية حسية. ما دامت اللغة تفعل ما يفعله الفعل الفيزيائي فهي أيضا فعل من أفعال الإنسان وليست مجرد حالة تجريدية، هي فعل أيضا. علاقتها بالفكر علاقة معقدة إلى حد كبير. يقال أنه لدى كل أمة من الأمم نموذج إدراكي معين كامن في النفس، هذا النموذج الإدراكي يتجلى في اللغة، يظهر في اللغة في جميع أجهزتها ومستوياتها، في الجهاز الصوتي، في الجهاز الصرفي، في الجهاز النحوي، في مختلف أجهزتها يظهر بشكل ما، يظهر كامنا فيها. ولذلك يقال مثلا أن بعض الأمم تفكر بطريقة مختلفة عن الأمم الأخرى وفقا لتقاليدها اللغوية أو وفقا لجهازها اللغوي. ولما نتكلم عن الجهاز اللغوي نحن نتكلم أيضا عن الجهاز الإدراكي، عن المنظومة الإدراكية. وأنا استمعت إليك قبل أن ندخل الاستوديو تتحدث عن الاختلاف بين تفكير الإنسان الياباني مثلا أو الإنسان الأمريكي، والحقيقة أن هذه تجارب أقيمت في أمريكا من قبل صاحب كتاب، من قبل مجموعة علماء في مجال علم النفس يعني، لكن أشار إليها صاحب كتاب جغرافية الفكر بينيست، يقول أنه أجريت على مجموعة طلاب صينيين ومجموعة طلاب أمريكان تجارب لطبيعة الإدراك لدى الفريقين، كيف يدرك الصيني العالم والأشياء وكيف يدركه الأمريكي. فوجدوا أن الأمريكي مثلا يدرك، أو الغربي عموما يمثله الأمريكي هنا، يدرك الأشياء والعالم في هيئة فئات، على شكل فئات، في حين أن الصيني يدرك العالم على شكل علاقات استعارية، وهذا سنبني عليه فيما بعد كلام مهم. أعطوهم صورة، ثلاث صور، صورة بقرة ودجاجة وعشب، وقالوا للأمريكي اربط بين هذه العلاقات، فربط بين يعني بين أقرب شيئين في الصورة، يعني فربط بين الدجاجة والبقرة، يعني هو يتصور العالم على شكل فئات، هذه فئة حيوانات، العشب خارج فئة الحيوان. الصيني ربط بين البقرة والعشب،
لأنه يتصور العالم على هيئة علاقات علائقية. أي علائقية، هناك علاقات، والعلاقات هنا هي علاقة. بالمناسبة فعل الربط بين العلاقات هو فعل استعاري، بمعنى فعل عمودي وليس فعلا أفقيا. لكن هذا التميز في الرؤية للعالم بين الأمريكي والصيني، معذرة أستاذ عصام، نعم، هل نابع من 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 اختلاف لغوي أم نابع من اختلاف آخر؟ أتصور أن العوامل الأكثر ثباتا في هذا الموضوع هي العامل الأيديولوجية وعامل البيئة. لماذا؟ لأنه العوامل البيئية والعوامل الأيديولوجية هي التي تشكل النموذج الإدراكي، والنموذج الإدراكي هو الذي يؤثر في اللغة. ثم تقوم علاقة جدلية بين اللغة والنموذج الإدراكي، يعني علاقة فعل ومفعولية، يعني اللغة هنا فاعل ومفعول في آن واحد. هناك حديث للدكتور زكي نجيب محمود، وهو فيلسوف عربي معروف، حاول أن يفسر فيه تخلف المجتمعات العربية والمجتمعات الأفريقية وتقدم المجتمعات الغربية، لكن وفقا لعوامل ثابتة إلى حد كبير، فقال إنها البيئة. في الإنسان الغربي، الإنسان الغربي نعم، يحتاج لحركة زائدة لأنه في منطقة باردة، محتاج لسعرات حرارية عالية، نعم، محتاج للخروج للصيد، ومن ثم هو محتاج الصيد في 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 أوروبا غير الصيد في أفريقيا. طيب، هو أستاذ عصام، يعني هذه نقاط مهمة، لكن لو يعني حتى لا نذهب بعيدا عن نقطة البحث، وهي قضية مركزية دور اللغة في التمايز في الرؤى والتصورات للعالم، وأبني على ما تفضلت به، على أهمية ما تفضلت به، لأنتقل إلى الدار البيضاء لأسأل أستاذ أحمد، وجديد الترحيب بك مرة أخرى. هل بالضرورة أن يكون لكل فكرة في رأس الإنسان ألفاظ تجسدها وتعبر عنها؟ هذا يعني بكلمات أخرى، هل من علاقة عضوية لازمة ضرورية بين الفكرة والكلمة، بمعنى أوسع بتجرد أكبر، بين اللغة والفكر؟ هذا سؤال فلسفي لساني، وموضوع اللسانيات ونظريات اللغة من أهم ما تشتغل عليه أقسام اللسانيات في الجامعات، وتشتغل عليه بشكل مستمر، والنظريات في هذا الموضوع لا تتوقف. لكن هنا بالنسبة لقضية التعبير، التعريف الذي جاء به ابن منظور للغة تعريف جميل مختصر واضح في هذا، يمكن أن يخدم هذا الموضوع. فهو قال: اللغة اللسن، وحدها أنها أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضه. هذا هو التعريف في مادة لغة. واضح أن التعريف يحيلنا على مسألة الأفكار، الأغراض هنا هي الأفكار، سواء كانت أفكارا تجريدية أو كانت مرتبطة بأمور محددة، أن تكون طلبا أو أمرا أو نهيا أو تعبيرا عن مشاعر معينة أو نقلا لأحداث وقعت أو غير ذلك. فالارتباط أكيد، لكن عفوا أستاذ أحمد، يعني الآن اللسانيون الجدد يعني يلقون باللائمة أو بالتهمة على التعريف هذا، لأنه تعريف تقليدي يضع اللغة يعني يضعها في مكان هامشي من سيرورة الحركة الفكرية في الحياة. يعني هناك من يقول بأن لا، اليوم اللغة هي شيء أعظم من أن تكون أداة للتعبير. لا شك أن يعني هذا النقاش يعني نقاش ثري جدا، قوي جدا، تجاه هذه الظاهرة العظيمة، ظاهرة اللغة، التي نرجع في قصتها إلى لحظة خلق آدم عليه السلام، قصة الخلق. فأحد أهم الأحداث المرافقة لخلق الإنسان هو هذه الهبة العظيمة التي وهبها الله سبحانه وتعالى للبشر، وهي اللغة. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك، لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. ففي قصة الخلق
التي ينبغي أن تكون هي أساس تعاملنا مع اللغة، باعتبار أن هذه قصة يقينية، مسألة أن الله سبحانه وتعالى وهب اللغة للإنسان تجعلنا يعني حاسمين في مسألة قصة اللغة والغرض منها أصلا. ثم قداسة اللغة تتجلى أيضا في أنها آية من آيات الله سبحانه وتعالى، كما جاء في الآية من سورة الروم: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. بعد ذلك يبقى أن نستفيد من النظريات الحديثة والقديمة في اللغة. في الحقيقة موضوع اللغة لم يتم تناوله فقط من الفلاسفة الغربيين الحديثين، وإنما تم تناوله كثيرا في الكتابات والنقاش العربي. من أهم من كتبوا عن اللغة وناقشوا أمرها الجاحظ في كتبه المختلفة: البيان والتبيين، وكتاب الحيوان وغيرها. كما موضوع اللغة كان دائما حاضرا في نقاش العرب وأخبارهم، لأن واحدا من أهم ما تميزوا به هو ضبط اللغة والفصاحة والبلاغة والعناية باللغة من جميع الجوانب، وتحويل اللغة إلى وسيلة متعة، وسيلة قوة، وسيلة ضغط شغلت الناس طوال الوقت. تحدثت أستاذ أحمد عن قضية الغرض من اللغة، وكأنك قرأت أفكاري. يعني هنا مرة أخرى يعني أعود إلى الاستوديو لنتحدث عن الغرض من اللغة، ابتداء في مسألة العلاقة بين اللغة والفكر. هل وظيفة الأولى هي توليد الأفكار في العقل، أم أنها آلة لتدوير الأفكار وتداولها بين الناس وليس توليدها؟ اللغة بطبيعة الحال شرط في التفكير، وخصوصا التفكير العالي، التفكير التجريدي. يعني الإنسان يدرك أشياء كثيرة من حوله، هذه المدركات لا يمكن تنظيمها في العقل وحبسها في العقل بدون الألفاظ، بدون ألفاظ يعني خاصة بها. العقل هنا يقوم بعملية يعني إعادة ترتيب وتنظيم هائلة للمدركات الحسية عن طريق اللغة. والفلسفة مثلا، ما هي الفلسفة؟ الفلسفة هي القدرة على التحليل، والقدرة على التحليل مستحيلة من دون اللغة، وخصوصا اللغة المجردة. فحجم العالم، حجم العالم لديك هو بقدر حجم قاموسك اللغوي. حدود العالم هي حدود لغتك، كلما كانت لغتك أوسع كان العالم من حولك أوسع، لأنه مجموع المدركات أوسع. فصار يعني من المتفق عليه أو من المسلمات أن التفكير العالي، التفكير الفلسفي، اللغة العالية شرط فيه، هذا أمر مفروغ منه. لكن كما قلت، اللغة تدخل في علاقة جدلية بين الواقع والعقل. يعني لكن أنا سألتك أستاذ عصام معذرة، يعني عن الانطلاق من الرؤية العربية الإسلامية للغة، يعني بعيدا عن الفلسفة الغربية التي هي محل خلاف في هذا، وهم مدارس هيجل والفرنسيون، وثمة صراعات تعرفه في هذا الجانب. لكن الرؤية العربية الإسلامية للغة، هل وظيفتها توليد الأفكار، أم أنها هي مجرد وعاء لنقل الأفكار؟ بالنسبة للغويين العرب يعني كان لأنه ذكر ضيفنا في المغرب، قال ذكر الاستشهد بالآية وعلم آدم الأسماء كلها، انطلاقا من هذه الآية يعني كيف يمكن؟ العلماء العربية القدامى كانوا يتعاملون مع اللغة باعتبارها وسيلة تواصل في المقام الأول، يعني ما لم يخضع اللغة لدراسات فلسفية عميقة. يعني الجاحظ كان أكثرهم يعني اهتماما باللغة، قدم فيها نظرات ذكية في كتابه الخصائص، لكنهم لم يخرجوا بنظرية. اللغة بالنسبة لهم كما قلت هي أداة تواصل واتصال. وأما بخصوص الآية الكريمة، أنا أفهم منها فهما خاصا، يعني أنه التعليم هنا تعليم آدم للأسماء، هي أسماء بعينها، الحديث هنا عن أسماء بعينها. أما ملكة التسمية، القدرة اللغوية، فهو مجهز بها ابتداء من قبل هذا المشهد. يعني الملكة اللغوية الشيء، أو الكفاءة اللغوية كما يسميها تشومسكي وغيره من المعاصرين، الكفاءة اللغوية موجودة، مزود بها مع النفخة.
أما تسمية الأسماء المحدودة هذه التي أشير إليها أشار إليها القرآن فهي أسماء بعينها موجودة في المشهد. طيب نعم. أستاذ أحمد، حقيقة في سؤال أخير في هذا المحور ونحاول أن نحرر العلاقة إذا ما كانت عضوية أم طارئة بين اللغة والفكر، لأن سينبني عليه حديث طويل وربما يكون معمقا في المحور الثاني. في مسألة، هناك فريق من اللسانيين والفلاسفة ينفون وجود أي علاقة بين اللغة والفكر، ويقولون بأن الفكر هو أسبق من اللغة زمانيا، بمعنى أن الفكرة تولد ثم تلحقها اللغة لتعبر عنها. وبعض الفلاسفة يقول هي أجمل الأفكار هي تلك التي لا نستطيع أن نعبر عنها. يعني هذا يفسر أيضا ابتكار الإنسان لوسائل تعبير أخرى كالموسيقى والرسم. وهذا في الخلاصة أن اللغة والفكر يسيران بخطين متوازيين ولا يلتقيان. هل هذا عملي؟ هذا التفسير وهذه الرؤية عملية برأيك؟ لا أعتقد ذلك. قضية أنهما يسيران في خطين متوازيين لا يلتقيان، لا أعتقد ذلك. ربما يكون الفكر أوسع من اللغة، بمعنى أن اللغة هي تعبر عن جزء من الفكر، وهناك أجزاء أخرى لا تستطيع اللغة التعبير عنها ويتم التعبير عنها بوسائل أخرى مثل التي ذكرت. لكن الوسيلة الأساسية والرئيسية للتعبير عن الفكر هي اللغة. كل ما سبقنا وكل ما لسنا حاضرين له من أفكار إنما يتم نقله إلينا بوسيلة أساسية. الوسيلة الأساسية الأولى والأكثر أهمية هي اللغة، فمن هنا تأخذ أهميتها القصوى، ومن هنا تأتي أهمية العناية بها ويعني الانتباه إلى خصائصها والاعتزاز بها ودعمها وخدمتها، ويعني جعل السياسة اللغوية في يعني جوهر الاهتمام العام، لأن اللغة هي التي ستنقل الفكر، اللغة هي التي بتنميتها يصبح التفكير أكثر انتشار، أكثر ازدهارا، نعم، وأكثر خدمة للمجتمع. نقلتنا مباشرة إلى صلب الحديث، صلب الموضوع، وهو اللغة العربية وأثرها في الفكر العربي سواء سلبا أم إيجابا. هذا ما نبحثه إن شاء الله بعد عودتي من فاصل قصير. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن علاقة التأثير والتأثر بين اللغة العربية والفكر العربي المعاصر. سريعا إليك أستاذ عصام، هل اللغة العربية هي التي تحدد نمط تفكير العرب في العلاقة بين الفكر العربي الحديث أو المعاصر وبين اللغة العربية؟ إلى أي درجة أن اللغة العربية بمفرداتها وتراكيبها وصرفها ونحوها هي التي أطرت الفكر العربي المعاصر والفكر العربي عموما، لكن حديثا عن الفكر العربي المعاصر أطرته ووضعت طبيعته ولونه ورائحته إذا صح التعبير؟ أنا لما أقول أن العلاقة الجدلية بين اللغة وبين الفكر فمعناه أنه كل طرف منهما يؤثر في الآخر. نعم. النموذج الإدراكي كما قلت يصنع ملامح اللغة، يشكلها بطريقته الخاصة، ولذلك كما قلت العربي يدرك العالم بطريقة مختلفة ربما عن الإنجليزي عن الفرنسي، وكذلك اللغة تعود مرة أخرى فتعيد تشكيل أنماط التفكير وليس الفكر فقط، يعني أنماط التفكير، لأن الفكر هو يعني عبارة عن بنى نظرية جاهزة يعني، وهذه تؤثر فيها موارد يعني كثيرة، منها الأيديولوجيا، العقيدة، منها كما قلت الاحتياجات الثقافية، ومنها اللغة. اللغة العربية أو اللسان العربي متسع الأطراف، ثري للغاية، يسمح لك يعني أن توغل في أعلى درجات التفكير والتجريد، لولا أنه فقير إلى حد ما في المصطلحات الفلسفية، لأننا لم ننتج فلسفة، لكن أنتجنا أدبا، ولذلك نحن في ميدان الأدب أبرع منا في ميدان الفلسفة. هذا الضعف أو الفقر الكمي في مجال اللغة
الفلسفية التجريدية ربما ترك أثراً على أدائنا الفلسفي والفكري إلى حد كبير يعني، لكنه لم يترك الأثر نفسه في اعتقادي على مجال الأدب. الأدب استطعنا أن ننتج فيه أدباً جيداً. لدينا يعني مظهران للأزمة الفكرية، مظهر كمي واضح في محدودية المفكرين العرب الناطقين بالعربية في مقابل عدد السكان العرب مثلا، هناك محدودية يعني يكادوا يكونوا معدودين. وهناك أيضا مظهر كيفي، يعني الأداء العربي في الفلسفة، ما ينتجه العرب في مجال الفلسفة وفي مجال التنظير أقل جودة من وجهة نظري مما ينتجه الأجنبي الغربي يعني. وهذا ربما عائد كما قلت إلى البدايات الأولى في المدرسة. هناك أستاذة عربية اسمها الدكتورة سهير، لا أتذكر من سهير من، لكن هي أستاذة مصرية تدرس في الجامعات الأمريكية وتترجم في الأمم المتحدة. نعم. أثارت نقطة في غاية الأهمية، قالت أنه الطفل الغربي في السنوات الثلاث الأولى لديه قرابة 16,000 مفردة، في حين أن الطفل العربي لا يمتلك هذا الكم من المفردات، وإنما يتلقى مفردات عامية في حدود 3,000. انظر إلى الفرق الهائل بين 3,000 إلى 16,000 مفردة. فينشأ الطفل الغربي وهو لديه قدرة وملكات يعني واسعة للحديث بطلاقة وبسهولة في مجال الفكر، على عكس الطالب أو الإنسان العربي. أظن أن هذه مشكلة قديمة تستمر مع الإنسان إلى أن يصبح مفكر وكاتب وأديب وما شابه ذلك. لكن ليس هذه المشكلة فقط، وإنما اللغة العربية حقيقة متوارية. هذا التواري أنقله للأستاذ أحمد لأسأله، يعني اللغة العربية منذ عقود طويلة بل ربما قرون متوارية عن الشارع، لم تعد لغة محكية في الشارع، لم تعد لغة اتصال وتواصل إلا باستثناء يعني النخب، الحلقات العلمية، بعض وسائل الإعلام، ليس كلها الآن في هذا الوقت. هذا أضعف اللغة العربية. هذا الواقع أريد أن أسألك، إلى أي مدى هذه اللغة العربية المتوارية عن ألسنة الناس في الشارع أثر هذا الواقع على ساحة الفكر العربي؟ والله أولا أريد أن أعلق على يعني عبارة خطيرة قالها الأستاذ حصان، وهي لا يجوز في الحقيقة أن تصدر عن يعني عن أي عربي، وهي القول أن اللسان العربي فقير. هذه عبارة للأسف شائعة، هو حصرها بالفلسفة فقط. وحتى ولو في الفلسفة لا يجوز هذا. يعني مبدأ العزة اللغوية في العالم يقوم على الاعتزاز باللغة والفخر بها مهما كانت خصائصها اللسانية. ففي حالة اللغة العربية هذه أكثر اللغات ثروة في العالم وأكثرها غنى من خلال مبدأ الاشتقاق. فالخاصية الاشتقاقية في اللغة تمكن كل عربي أن ينتج كلمات جديدة إذا احتاجها. هذه الخاصية ليست موجودة في كثير من اللغات الأخرى. وإذا شئنا أن نقول عن اللغة أنها فقيرة مثلا، نقولها عن اللغة الصينية لأنها تعتمد على نبراء على مقاطع صوتية تجعل عدد التراكيب الممكنة عددا محدودا. نحن في العربية يمكننا أن نركب حروفا، يعني نقول ما مي مو، لكن في الصينية لابد من مقاطع، لابد أن تكون مقطعا تاما صوتيا تاما مثل ما مو مي مو. ومع ذلك يستحيل أن تجد صينيا يقول أن اللغة الصينية فقيرة. عندهم مشكل في مسألة معاني الكلمات لدرجة أن السياق مهم للغاية. طيب. أن الكلمة إذا أخرجتها من سياقها يمكن لا تفهم فهما صحيحا، وهذا الأمر ليس موجودا في العربية بنفس الدرجة. أستاذ مع أحمد. ذلك لا يمكن أن تجد صينيا أو يابانيا، واليابانية فيها نفس المشكل. دعني أستاذ أحمد، دعني أتولى مهام، دعني أتولى لغتهم فقيرة، دعني أتولى مهمة المحامي نتيجة هزيمة للأسف. معذرة، دعني أتولى أستاذ أحمد، دعني أتولى مهمة المحامي وأقول لك بأن الأستاذ عصام على معرفة به وهو لغوي
ومعتز بلغته العربية، لكن ربما هو قصد في الجانب الفلسفي بسبب الموقف الشرعي من الفلسفة في فترة زمنية لم يؤسس لعلم لإنتاج فلسفي كافي، فبالتالي ربما لم يكن هناك الثراء الكبير بالمفردات المتعلقة بالفلسفة. ولكن دعنا نضع هذا جانبا حتى لا يستهلكنا الوقت لو أذنت لي. يعني هذا التواري، تواري اللغة عن ألسنة الناس وغيابها عن ألسنتهم في الحديث في الشارع، إلى أي مدى انعكس سلبا على ساحة الفكر العربي؟ أقصد المحتوى الفكري العام. هذه أيضا مشكلة تثار باستمرار، وهي قضية الفرق بين العامية والفصحى، وتستخدم للتهجم على العربية والانتقاص منها. هذه مغالطة كبيرة، لأن ظاهرة ديغلوسيا أو الثنائية اللغوية، نعم، وجود عامية إلى جانب لغة فصيحة، هي ظاهرة عالمية موجودة في الصينية وموجودة في اليابانية وموجودة في الألمانية وموجودة في الإيطالية وموجودة في الإسبانية وموجودة في سائر لغات العالم، ما عدا الحالات يعني بعض هي تكون خفيفة في حالة اللغات القومية الموجودة في منطقة محدودة جدا، مثل المالطية مثلا. المالطية لهجاتها ليست كثيرة، متقاربة جدا لأنها موجودة في جزيرة واحدة 500,000 الذين يتحدثون بها. أما باقي اللغات بما في ذلك اللغات التي تكلمها بضعة ملايين مثل النرويجية، فهي لهجاتها متعددة وكثيرة. الذي يميز اللغة العربية أن اللهجات العربية واللغة المحكية في الشارع قريبة جدا من الفصحى، لدرجة أننا لا نحتاج إلى ترجمة المسلسلات العربية المصرية عندما نقدمها في المغرب، ولا نحتاج إلى ترجمة المسلسل اللبناني عندما نقدمه في السعودية، ولا نحتاج لترجمة المسلسل الخليجي عندما نقدمه في بلدان أخرى. يعني لم يؤثر سلبا على الفكر العربي؟ هذه الغيبوبة إذا صح التعبير، يعني لم تؤثر على الفكر العربي؟ لا، هو الغياب مرتبط أساسا بالقرنين 19 و20، نعم، مرتبط بالهزيمة. نحن انهزمنا عسكريا وانهزمنا اقتصاديا، يعني خطوط التجارة التي ألفناها، التجارة الحرة التي كانت تميز العالم الإسلامي، كلها انقطعت لأن تم حصارنا تجاريا وعسكريا. فنتيجة لذلك يعني بشكل طبيعي تراجع الإنتاج مقارنة مع الإنتاج، يعني مع كم الإنتاج الذي وجد في الغرب. وهنا المقارنة كمية بالدرجة الأولى، لأن المقارنة الكيفية صعبة، يعني لأن يمكن أن نطرح سؤال: ما فائدة كل ما نشير حول الفكر الشيوعي؟ مئات الآلاف وملايين الكتب التي نشرت في القرن 19 والعشرين في الغرب، كل ما كتب ونشر حول الفاشية والنازية وكل الدعاية التي قامت بها الدول، كل ذلك الكم محسوب هو أيضا ضمن الإنتاج الثقافي، وكثير من ذلك الإنتاج الثقافي خدم المشاريع الاستعمارية وخدم الإيديولوجيات أو العقائد التي كان كثير منها سببا في تعذيب الشعوب كما هو حالة الشيوعية مثلا. نعم. فالمقارنة الكمية يجب أن نكون حذرين تجاه المقارنة الكمية، لأن هناك أسباب واضحة ليست مرتبطة باللغة. المشكلة ليست في أن الألمانية أو الفرنسية أو الإنجليزية متفوقة على العربية أبدا، المشكلة في أن شعوب أوروبا غزت العالم، نهبت ثرواته، اخترعت كثير من الاختراعات مثل المطبعة، صارت عندها أموال لطباعة الكتب ولإنشاء مكتبات عامة والتوسع في المكتبات العامة وتجاوزنا في هذا الأمر. فهناك تفسير عسكري مادي واضح لهذا الأمر. نحن بمجرد ما تتوفر عندنا الإمكانيات المادية أكيد سيكون هناك ازدهار، كما كان هناك ازدهار سابقا ولقرون عديدة، وهو ازدهار الإنتاج باللغة العربية هو الذي جعل التراكم المعرفي الموجود عندنا في العربية هو أكبر تراكم موجود في العالم اليوم، سواء على المدى التاريخي، لأنك اليوم أنت كعربي يمكنك أن تعود إلى نص مكتوب منذ 1500 سنة وأكثر، 1600 سنة نص جاهلي، وتفهمه وتستمتع به وتحلله وتستفيد منه، كما يمكنك أن تعود إلى نص مكتوب منذ 1000 سنة أو 600 أو 500. هذا ليس متاحا لقارئ الألمانية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية. طيب. ثم هناك الامتداد الجغرافي. امتداد الجغرافي، لو سمحت لي أستاذ أحمد، لو سمحت لي فقط تعقيب بنصف دقيقة لضيفنا، تعقيب على ما تفضل به باختصار من فضلك. نعم، أنا أعتقد يعني بما لا يدع مجالا للشك أن الوضع العربي اليوم في العصر الحديث
أفضل منه من عصور الانحطاط الخمسة أو الستة التي مضت، يعني قبل القرن العشرين. قرون، تقصد القرون؟ نعم، قرون الانحطاط، العصور، عصر الانحطاط الطويل هذا. وضع العربية اليوم أفضل لأن وسائل الإعلام ووسائل التعليم أسهمت في نشرها بشكل كبير، وأسهمت في تبسيطها وتهذيبها إلى حد كبير، ودخلت في المعجم خلال القرنين الماضيين، القرن التاسع عشر والقرن العشرين، دخل في المعجم العربي كم كبير من الألفاظ التي ما كانت موجودة أو تم تجديدها. هي أمر مهم. أضيف إلى كلام الأستاذ أحمد أن العربية هي من أثر اللغات على الإطلاق. لدينا 16 ألف جذر في العربية لا يساوي أي لغة أخرى، ولدينا مرونة عالية من حيث الكفاءة، هي لغة كفء بما لا يقارن. طيب هذا كان تعقيبا سريعا على ما تفضلت به استاذ احمد، والتمس منك يعني اختصار تعليقك حتى انتقل الى ضيفي في الاستوديو. تفضل. بمناسبه اثاره قضيه يعني اللغه العلميه، شوف مقارنه بسيطه جدا. في الانجليزيه كلمه الرضاعه، ليس عندهم كلمه للرضاعه، ارضاع الام لابنها، يسمونها بريست فيدين. طيب العربي نقول رضاعة، الرضيع نسميه رضيع، وكل أحد يمكن أن يفهم كلمة رضيع لأنه اسم فاعل. في الإنجليزية يسمى تودلر، لا علاقة بين كلمة رضيع وكلمة رضاعة. ثم المرضع، في العربية نقول مرضع، الأم التي ترضع الطفل أو امرأة أخرى ترضع طفلها. نعم، اسم الفاعل. في الإنجليزية ليس لديهم ما يقابل هذا، لابد أن يقولوا نت نيرس، ممرضة مبتلة، شيء يعني شيء مضحك. ومع طيب. ذلك نجد الناس اليوم نتيجة لسطوة أمريكا وبريطانيا وقوتهما في العالم يقولون الإنجليزية هي لغة العلوم، بينما إذا أتينا للمقارنة اللغوية بعيدا عن التأثر بقوة الدول المهيمنة ناطقة بالإنجليزية، نجد أن العربية أفضل من الإنجليزية فيما يتعلق بالعلوم نفسها بما لا يقاس. نحن في حاجة إلى التخلص من عقد الانبهار والهزيمة، يعني هي عقد عميقة جدا وهي تؤثر فينا جميعا بدون استثناء. طيب. صعب أي من اليوم أن يقول أنه لم يتأثر في المدرسة. طيب. من وسائل الإعلام بالهزيمة والانبهار الذي أحدث فينا ذلك الإحساس. هذا الانبهار يعني هذا الانبهار أستاذ أحمد، هذا الانبهار الحقيقي والواقع على العرب الآن باللغات الأجنبية على حساب اللغة العربية، وكذلك تسرب الألفاظ أستاذ عصام في الاستوديو، تسرب الألفاظ الأعجمية إلى اللغة العربية، كل هذه العوامل يعني إلى أي مدى أضعفت اللغة العربية وجعلتها أقل قدرة على مسايرة حاجات العرب الناشئة بناء على تطور الموجودات والعلوم والحاجات والأشياء؟ اللغة طبعا كائن حي تتكارض مع اللغات الأخرى، تأخذ وتعطي بحسب قوة الأمة التي تتبناها وضعفها. لما كانت العرب في حالة قوة كانت معطية. اللغة يعني بالإضافة إلى الكلام اللي قاله الأستاذ أحمد، لما نقول أنها فقيرة في جانب من الجوانب، يعني على سبيل المثال نحن لدينا أسماء الألوان محدودة جدا. لو أذنت لي أن أتجاوز هذه النقطة. نعم، لأن استهلكت وقتنا. نعم نعم، أنا أتحدث هنا يعني الكلام يأخذ ببعض. نعم، لكن هل برأيك اللغة العربية ضعفت بسبب انبهار العرب وحتى على مستوى النخب؟ لا وإقبالهم بسبب ضعف الأمة نفسها. ضعف الأمة نفسها لما يكون عندك يعني جوانب معينة في حياتك منحطة بتتأثر اللغة. أنت في مجال الطب مثلا غير منافس، في مجال الفلسفة غير منافس، في مجال العلوم غير منافس. إذن أنت لا تسمي، لا تستطيع أن تسمي. حينما تبدع في مجال من مجالات الحياة أنت تسمي وتخلق قاموسا جديدا. ما دمت ضعيفا في هذه المجالات اللغة بدورها تضعف. هذا الذي أريد أن أقول، ضعفت بسبب غيابها أو بسبب الضعف الحضاري للعرب؟ لا، بسبب تخلف الجماعة نفسها المنتجة للغة، الجماعة المتكلمة. أنت ما دمت لا تنتج في مجال الصناعة مثلا، إذن أنت لن تسمي هذه الأشياء، لا، سيسميها غيرك المنتج. ستأتي هذه الأشياء، هذه المنتجات إليك بأسمائها من المنتج، بلغة المنتج. هذا ما أقصد. نعم أستاذ أحمد، يعني في السياق ذاته، يعني بالرغم من أن اللغة العربية
لغة ثرية بالجذور والتراكيب والصور والمعاني وبالمحتوى المعرفي الذي يمتد لأكثر من 15 قرنا، بل هناك يعني ربما قرن في الجاهلية نصوص أدبية ثرية وغنية جدا يعني أذهلت العالم بالمحتوى الشعري. لكن مع ذلك هناك من يتحدث اليوم عن أزمة معرفية حقيقية يعيشها العرب، تتمثل بضعف التدوين، ضعف الإنتاج المعرفي عند العرب. ما مدى مسؤولية اللغة عن هذا الواقع؟ من الذي أثر بالآخر؟ ضعف المحتوى الإنتاجي المعرفي أثر باللغة أم بالعكس؟ مسألة أن المنتج هو الذي يحق له أن يسمي، هذه لا أساس لها في السلوك اللغوي في العالم اليوم. كل البلدان تترجم أسماء المنتجات إلى لغتها، بل تجعل ذلك إجبارياً. كثير معظم بلدان العالم تجعل من الإجباري على كل من يستورد خدمة أو منتجا أن يوفر ترجمة لتسميات ما يدخله، وأن يوفر دليل الاستخدام، وأن يوفر إرشادات المطبوعة على المنتج، أن يوفر كل ذلك بلغة البلد، اللغة الرسمية. في بلد صغير مثل إيسلندا 300 ألف من السكان يقومون بترجمة كل شيء، كل شيء 300 ألف من السكان. لكن لم تجبني عن سؤالي. أهم شيء في العالم. لم تجبني عن سؤالي. يعني أنا أستاذ أحمد أرجو المعذرة. يعني لا يعني حتى لم يعد لدي الكثير من الوقت. بعيداً عن التعليق على ما قاله الأستاذ عصام وله الحرية في طرح رأيه. لكن هو الآن الأزمة المعرفية التي يعيشها العرب، هل مردها إلى اللغة العربية أم مردها بالرغم من ثراء اللغة العربية؟ أم بسبب عجزها عن محاكاة العصر كما يقول بعض منتقديها، أم مردها إلى كسل العقل العربي وعدم رغبته في الابتكار والإبداع؟ أين المشكلة؟ المشكلة أساسا في الدول، هذه مسؤولية الدول التي لها إمكانيات هائلة، يعني هي تشرف على جامعات، تشرف على مؤسسات دراسية، لديها إمكانيات هائلة جدا، وخاصة أنها دول كثيرة، يعني أكثر من 20 دولة ناطقة بالعربية لغة رسمية، وهي تفرق. عليها أن تقوم على الأقل بما تقوم به إيسلندا الصغيرة، وما تقوم به جمهورية التشيك، وبما تقوم به بولونيا، وبما تقوم به المجر، وبما تقوم به أي واحدة من الدول التي تحمي لغتها وتفرض الترجمة. ثم علينا نحن كناطقين بالعربية أن نتجاوز العقد. في الصين يسمون الهاتف التفاحة، يسمونه تفاحة، لا يسمونه أبل، يعني يسمونه بينغوا. ليس لديهم عقدة من لغته. لاحظ أنه في نشرات الأخبار في التلفزيون المغربي مثلا تسمع عندما يأتون بموقع إنترنت يقولون موقع snrt. بينما في تركيا تسمع نقطة، كلمة نقطة بحثت فوجدت أن عددا كبيرا من لغات العالم تستخدم نقطة. لماذا لا يقولون موقع cnn.com؟ ما هذه العقد؟ لماذا ما يزال المدون وصانع المحتوى العربي يقول شيء بدل ما يقول شياري، وهي اوضح؟ اين المشكله؟ طيب اين المشكله؟ مشكله في عقده الانبهار والهزيمه، الهزيمه اللغويه والانبهار، ثم في ان سلطات بلداننا ليست لديها سياسه لغويه واضحه وصارمه، ولا تفرض استخدام اللغه الرسميه بالقانون. في العالم اللغة الرسمية مفروض استخدامها بالقانون، هذا هو الحال. طيب. ليس الأمر متروكا فقط للناس، في المجال العام، نتحدث عن المجال العام، المجال الخاص فلكل يتحدث لغته، لكن في المجال العام اللغة الرسمية في حاجة إلى حماية، وفي حاجة إلى قوانين واضحة، في حاجة إلى توفير الترجمة واستخدام الكلمات باللغة الرسمية وليس باستيرادها من اللغات الأخرى. طيب. ما أمكن ذلك؟ طيب باعتبار الإمكانات أستاذ عصام، باعتبار إمكاناتها الكبيرة والثرية التي تمتلكها اللغة العربية، كيف يمكن للسان العرب أن يؤدي دورا تثويريا للعقل العربي، تثويرا لا ينقطع عن التراث ولا يعني يجافي الحداثة والعصر؟ اللغة بمفردها لا تستطيع أن تصنع شيئا من دون القوم، يعني المؤثر هنا هم الجماعة اللغوية. العرب أنفسهم كما قال الأستاذ أحمد في حالة ضعف وفي حالة انبهار بالآخر. وهو عندما سألتك عن اللغة يعني القائمين عليها، القائمين عليها في المؤسسات، يعني كان ينبغي أن
أن تتم أعمال كبيرة وجبارة. يعني على سبيل المثال نحن إلى اليوم ليس لدينا معجم تاريخي للمفردات العربية للغة العربية، وهذا أمر خطير للغاية. الألمان لديهم معجم، الفرنسيون لديهم معجم، الإنجليز لديهم معجم، نحن ليس لدينا معجم تاريخي للألفاظ العربية. هذه واحدة. ليس لدينا علم معجم، هذه فضيحة أخرى من فضائح التقصير في مجال في الجناية على اللغة. ليس لدينا علم معجم. نظام يعني علومنا اللغوية لم تبنى بناء علميا من الأساس، بما فيها علم النحو. علم النحو العربي بني على أساس نظرية العامل، ونظرية العامل كانت استجابة لدواعي اللحن الموجود في العصر العباسي والعصر الأموي، ولم تبنى على نظرية علمية مثل نظرية أمن اللبس كما اقترح بعض الفقهاء المعاصرين. العربية بنيت، علوم العربية بنيت على أسس أيضا غير علمية. هناك كلام يطول أيضا الترجمات، كما قال الأستاذ أحمد، هناك تقصير في مجال الترجمة وإلزام النطاق العام والمجال العام بهذه الترجمات. ليس لدينا يعني وحدة ترجمة، المفروض لدينا يعني وحدة مركزية للترجمة العربية بدلا من الترجمات المتعددة في بغداد وفي نعم. سوريا وفي مصر. أستاذ عصام، نقاط مهمة أثرتها، لكن يعني لو تأذن لي لم أصل بعد إلى النقطة التي أريد أن أحصل عليها منك وأستفيد منك. بما أن اللغة العربية لغة ثرية وغنية، وبما أنها ولادة، وبما أنها كما تفضلت في الفصل الأول من هذه الحلقة من هذه الندوة بأنها نمط تفكير العرب هو نتيجة طبيعية للغتهم، هذه اللغة الثرية، هذه اللغة الحيوية، كيف يمكن أن تؤدي دورا تثويريا في العقل العربي بطبيعتها، بتراكيبها، بثرائها؟ كيف يمكن أن نقنع الإنسان العربي بأن يحدث ثورة في التفكير والإنتاج والتدوين انطلاقا من لغته؟ كيف يمكن أن تؤدي هذا؟ أظن هذا يتوقف على برنامج تدعمه الحكومات والمؤسسات، يبدأ بالاهتمام بالأدب في المقام الأول، لأنه أنا أعتقد أن الأدب هو الأساس، يعني المغذي الأساس للعقل اللغوي. الأدب باستعاراته ومجازاته، لأن اللغة تحيا بالمجازات وإلا تموت بدون مجازات. فنحتاج إلى برنامج واسع، شعرا ونثرا، رواية، قصة، مسرح، إلى آخر السيرة الذاتية. وبالمناسبة الأدب أحدث هذه القفزة القوية في مجال اللغة العربية في العصر الحديث. كان الفضل الأول للأدب وللأدباء العقاد طه حسين كأديب، كرد علي توفيق وغيرهم. كرد علي، توفيق الحكيم تحديدا، توفيق الحكيم أنا أصر على هذا الرجل وأركز عليه كثيرا لأنه بمثابة شكسبير العرب. أدباء في مختلف البلدان العربية أثروا القاموس العربي في الأدباء أولا وليس المفكرين بالمناسبة. يعني طيب أستاذ أحمد، أختم معك مع المملكة المغربية حرسها الله. قد يسأل سائل غيور على لسان العرب أو مهتم به اهتماما كبيرا ويقول: في هذا الزمان الحداثة والعولمة التي تزحف على العالم كله، هل اللغة العربية في حالة نمو وحركة بجواب منطقي موضوعي، أم أنها في حالة جمود ضمن قوالب وضعها أسلافنا قبل نحو 1200 عام لا نستطيع الفكاك منها؟ والله أنا أؤكد على ما ذكره أستاذ عصام حول أن الأدب مفتاح، العناية بالأدب هي المفتاح لتحقيق ازدهار فكري. وعندنا ميزة عظيمة في اللغة العربية هي أن عندنا تراكم هائل، عندنا مئات من الشكسبيرات، نحن ليس عندنا شكسبير واحد، عندنا عشرات الآلاف ومئات الآلاف من النصوص الأدبية الهائلة. نحن نتميز بأننا حفظنا تراث الجاهلية كاملا تاما. من شدة حب المسلمين وللغة أنهم حافظوا على التراث الجاهلي بغض النظر عن محتواه. ثم عندنا التراث الإسلامي، وهناك تراكم ممتد من أنتج هذا في الماضي، لكن ماذا عن اليوم والحاجات الاجتماعية والعلمية الناشئة؟ اليوم نحن في حاجة إلى أن نعتز بلغتنا العربية. بعيدا عن الحالة الشعورية أستاذ أحمد، بعيدا عن الحالة الشعورية حتى أستفيد منك، يعني هل اللغة العربية في حالة حركة ونمو أم أنها جامدة اليوم؟ اللغة العربية في حالة حركة ونمو. مظاهر هذه الحركة ونمو، من أكثر اللغات استخداما في العالم اليوم، وهي من أكثر اللغات تأثيرا أيضا،
وفي والدليل على الحراك الموجود فيها الكم الهائل من الإنتاج الموجود على التواصل الاجتماعي، وأنها غلبت لغة للتواصل الاجتماعي في المناطق الناطقة باللغة العربية، وأنها اليوم تعتبر لغة مشتركة في النقاش في مناطق كبيرة في أفريقيا من غير الناطقين باللغة العربية. لذلك لا خوف على العربية، الخوف علينا نحن أن نضيع الفرصة. يجب أن لا نضيع فرصة أن نستفيد من هذه الموهبة الربانية العظيمة ومن كل ما تقدمه لنا. علينا أن نقرأ التراث الجميل العظيم، نرجع لكتب الأدب المتنبي، هذا الحريري، مقامات الحريري أحسن من نعم مسرحيات شكسبير. أشكرك. الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني، كتابات جاحظ، كلها نستفيد من هذا التراث الذي حفظناه بغض النظر عن الجوانب العقدية. لاحظ عندنا تراث لشعراء يهود، شعراء نصارى، شعراء عندنا كتاب من كل العقائد، نعم كلهم صاروا داخل بطاقة واحدة، أعطونا كل هذا أشكرك. هذا التوقيت الهائل الذي يجب أن نستفيد منه ونعتز به. أشكرك. ونحوله إلى ثروة. نعم أشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد. إذا مشاهدينا الكرام، لسان العرب لسان ثري بخير وينمو، شريطة أن يهتم به القائمون عليه حتى يؤدي دوره في تثوير العقل العربي تثويرا لا ينفك عن التراث ولا يجافي قيم العصر. في ختام هذه الحلقة أشكر ضيفي الكريمين معي في الاستوديو، الأستاذ عصام القيسي الكاتب والأديب، كما كان معنا عبر سكايب من الدار البيضاء الأستاذ أحمد القاري الباحث في قضايا اللغة والسياسة اللغوية. كل الشكر الأكبر لكم. في حراسة الله.